احتج عدد من سكان حي تأهيلي بمقاطعة توجونين في العاصمة نواكشوط منددين باعتقال إمام مسجد الحي على خلفية ما سماه المحتجون رفضه المساس بالمسجد وساحته، من طرف من قال المحتجون إنهم يدعون ملكية أرض المسجد. ودعا المحتجون إلى فتح تحقيق في ملابسات القضية وعدم السماح للآخرين بالمساس بالمسجد وساحته العامة. قضية مؤامرة، ولأن قابلين هموريتان تعود المحسوبة المحسوبية والجهوية التمسايرة. احنا شعب غالي عليه وطنه، ولا يقدر يستمر حاله ويثبت ويعود شعب حقيقي ودولة حقيقية، ما هي لين نديروا المحسوبية والجهوية وراظهورنا ونحسون المواطن متقادي، المواطنين متقادين أمام العدالة. من ذا المنبر نطلب تحقيق في المسألة وإطلاق سراح للشيخ السبعيني اللي يا أم الناس من ذو ما يزيد على الأربعين سنة، قطرت وماتت مستقيمة، يأخذ اجدع شرطي زجه في السجن ويأخذ يرفع أصابع النصر على العزل يقول لهم لقد انتصرت، وكأن الدولة دولته وما وموريتاني موريتانه، وهذا العزل كيف أنهم داير ظهروا في ناس بلغوا ما بلغوا، ولكن ناس نحاسبهم قبل أن يحاسبهم الله، وسنقول لهم أن هنا ثابتون ولن نبرح الأرض حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ويحق الحق ويزهق الباطل. إلى الشأن الفلسطيني، حيث رصد تقرير